هاي يا جماعة، أنا نور الصواف، فاشن ديزاينر وستايلست. النهاردة هنتكلم عن موضوع كل البنات بتسأل عليه. عندي فرح، ألبس إيه؟ إيه الفستان اللي هيليق عليا؟ هبقى حلوة إزاي؟ عندي ديفو، أداريه إزاي؟ هنتكلم عن كل الديفوهات اللي ممكن تكون في كل جسم. أما الستايل اللي هتكلم عليه دلوقتي ده، فكل البنات بتسأل عليه. طب أنا نفسي ألبس فستان يكون ميرميد أو ساك، بس أنا عندي مشكلة أو ديفو في البطن وعندي ديفو في الجناب. هقولك البسي ساك عادي والبسي ميرميد، بس هنلبس عليه زي سكيرت بتتلبس من عند الوسط، بيبقى ليها أطوال مختلفة، بتداري عند البطن خالص وبتداري كمان منطقة الجناب ومنطقة الأرداف. دي بتبقى حلوة قوي. ولو عندي منطقة الصدر صغير بس المناطق دي أعلى شوية، ممكن ألبس نفس الستايل وأعمل شغل على الصدر. أما بقى لو واحدة بتقولي طب أنا عندي منطقة البطن عالية شوية بس نفسي ألبس فستان واسع أو منفوش شوية، البسي فستان واسع أو منفوش، بس مش هيكون منفوش جدا أو هيكون قصة الاي لاين. وكمان أهم حاجة هنهتم بيها في الفستان المنفوش لو أنا عندي بطن، إن الوسط ما يكونش فوق هنا، أو الوسط الفرنساوي لازم يكون الوسط تحت شوية، وكمان ما يكونش تحت قوي، لازم يكون تحت شوية. ليه بنعمله هنا؟ عشان المنطقة لما بنعمله هنا، المنطقة اللي فوق ديت بتتشد مع الجسم، أما المنطقة اللي تحت والبطن اللي تحت كلها بتختفي مع الوسط بتاع الفستان. أما دلوقتي هتكلم عن ستايل بيحير كل البنات، وهو بيكون ديفو عند بنات كتير. لو الصدر عندي صغير أعمل إيه؟ لو الصدر عندك صغير، البسي حاجة فيها شغل من عند الصدر، دروبي ممكن يكون بشكل كسر أو كشكشة من عند الصدر، حاجة فيها رافل بتكون طايرة من عند الصدر، حاجة تكون فيها شغل دانتال وشغل يدوي، الحاجات دي هتكتر قوي وهتعلي منطقة الصدر عندي. اما لو انا كتفي عريض او مثلث او جسمي مثلث مقلوب، بلاش خالص البس كيب، الستايل ده هيضخمني قوي ومش هيبقى حلو. بس لو كتفي صغير هلبسه وهيبقى جميل جدا. في بنات كتير قوي كمان بتسالني انا رجلي مليانه ونفسي البس فستان قصير، هعمل ايه؟ هلا البسي فستان قصير بس هيكون طول معين قصير، اما الطول الباقي هنطول السكيرت عليه وهتبقى شفافه، يعني كاني بلبس تو سكيرت على بعض، واحده من الساتان او من القماش عندي مش شفاف، واحده ثانيه من الشيفون من التل من الاورجانزا. دي هتخليكي تلبسي فستان قصير ورجلك هتبقى باينه، بس مش هيبقى فيه فوكس قوي على المنطقه اللي فيها ديفو. اما لو ايدك رفيعه فالبسي كم يكون في كشكشة او في شغل، بلاش كم ضيق قوي عشان كل ما هتضايقيه هيبين رفع ايديكي. ولو عايزة تلبسيه ضيق قوي فاعملي عليه شغل بدانتال بورد باي حاجة، برضو هيزقر ايديكي قوي. اما لو انت عندك بيرفكت بودي او وسط مميز جدا، فممكن تلبسي فستان اللي هو بوست فرنساوي اللي هو بيبتدي من هنا، وهيبقى حلو قوي عليكي وهيحدد منطقة الوسط وهيبقى جميل جدا، او ستايل ميرميد وبرضو ضيق قوي من هنا هيبقى حلو قوي عليكي. لو عجبكم الفيديو ده اعملوا لايك وشير وفولو على انستجرام وسبسكرايب على اليوتيوب وتابعوا الوصفة.com.